السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب البرازيل في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية بإذن الله تعالى يوم الاثنين 5/12/2022، مباراة في دور 16 من كأس العالم قطر 2022. البرازيل في مواجهة كوريا الجنوبية متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى معادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعين الكرام، البرازيل وكوريا الجنوبية، المباراة بإذن الله تعالى هتذاع على قناة بين سبورت ماكس الثانية والمعلق عصام الشوالي، كذلك ملعب المباراة استاد 974. متابعين الكرام، البرازيل هو متصدر المجموعة السابعة، كوريا الجنوبية هو المركز الثاني في المجموعة الثامنة والأخيرة من مجموعات كأس العالم. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لدعم لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.